خيب ظني نظرا لأنني لم أرى هنا لا أداء بين قوسين أن يكون قويا جدا جدا جدا. لماذا؟ لأن الابتدائي دائما دائما سواء السنة الفارطة أو السنة هذه السنة دائما الابتدائي حفله يطبع شيء خاص، حفله به مزية، مزية من فرع من الفروع أو جانب من الجوانب. اليوم لا أخفيكم سرا، يبدو أننا أمام متعلمات ومتعلمين الحمد لله وصلت الغاية. طريقة العرض كانت جيدة جدا، وكان تباين في الأداء، تباين بين الفرق 100%، وعكس الابتدائي. الابتدائي لا تعرف الفرق إلا ببعض الديكور إلى غير ذلك. اليوم بالنسبة للمسابقة والفكرة ككل هو أن نقوم بالحكي، ومن بين الأشياء التي إذا عدنا إليها سنجد أن هناك بعض الروايات المسموعة، رواية مسموعة وتجذبنا، وإذا كانت الرواية البوليسية التي تروى في وسائل التواصل الاجتماعي تشدنا، فهي عن طريق الراوي لا عن طريق المكتوب. إذا كان المكتوب جافا من الكلمات فالراوي هو الذي يبعث الروح في تلك الكلمات. مسألة أخرى هو أن الركع كما ذكرت أستاذة زبيدة، فقد استفاد التلاميذ بشكل كبير جدا من تكوين شخصيتهم فوق هذه المنصة. قضية الفوز أو الخسارة أو ما شابه لا وجود لخسارة، وجود فقط لفوز. لماذا؟ لأننا انطلقنا من ساعة الصفر ووصلنا إلى الساعة التامة كما يقال، الساعة الواحدة أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، كل شخص قطع شوطا من الأشواط التي بدأناها في السنة الماضية، وصفاء الآن امتدت معنا والآن وصلت إلى عدد لا بأس به من الكتب في انتظار السنة المقبلة والسنة التي تليها بطبيعة الحال. كما ذكر الأستاذ موسي بين قوسين، هنا ربما يجب أن نطرح التساؤل، لماذا الذكور غائبون عن هذا المحفل؟ لماذا دائما الإناث يتميزن بأدائهن الجيد؟ لماذا هذا السؤال؟ لماذا لماذا لماذا؟ وربما يطرح نفسه. وإذا عدنا أيضا، لماذا الحضور أكثر، النساء أكثر من الذكور؟ ربما هذا أحد الأشياء. هذا ليس عيبا ولكن مزية. لماذا؟ لأن المنزل قائم الأركان، إن لم تكن المرأة هي التي تقوده فسيكون فارغا وأجوفا. كي أترك أيضا فسحة للجان لتتناقش، اليوم لدينا ساعة الصغر عبد المجيد صباطة. عندما تحدث عن عبد المجيد صباطة كروائي وأيضا مترجم، نتحدث عن ابن مدينة سالم. وإذا كانت مزية الأدب لا تعرف بين الأدبيين، فمزية الأدب تعرف عند العلميين. لماذا؟ لأن هذا الرجل هو في الأساس تخصص هندسة مدني، مهندس مدني. وعندما تقول لتلميذ في الشعبة العلمية عليك أن تتألق في جانب اللغة من أجل أن تصل في أحد الأيام وتصير لك دربة في الكتاب، يقول لك ما الذي سأفعله بالأدب؟ أنا علم. وتجول تلك القولة التي أصبحت تعاد على مضض، نحن صنعنا الطائرة ولكن نحن من سميناها. العلميون يقولون نحن صنعنا الطائرة، والأدبيون يقولون نحن من أطلقنا عليها اسم طائرة، ويبقى السجال دائما مستمرا إلى غير ذلك. هذا الجانب خاص بالأستاذ وطبعا الحال المترجم أستاذ عبد المجيد صباطة، وإن شاء الله غدا سيكون حاضرا معنا بحول الله في حفل النهائي. عندما ننتقل إلى ساعة الصفر للمترجم والروائي محمود عبد الغني، طبعا الحال هو مثل أستاذ عبد المجيد صباطة، غني عن كل تعريف، أستاذ من جامع إلى غير ذلك. لدينا رواية أوسكار
كما ذكرتم هي رواية حديثة، رغم أن لديها بعد نفسي يمكن أن يناقش في قادم الأيام إن شاء الله الفكرة، سيكون هناك هذا البرنامج مجاور لقضية القراء، سنناقش فيه مع المتعلمين هذه المسألة هذه، وسيكون إن شاء الله سيبدأ في رمضان طبيعة الحال. المسألة عندما نتحدث عن محمود عبد الغني فنحن نتحدث عن عالمين اثنين، عالم ذلك الرجل المكافح الذي أتى من منطقة بين قوسين من منطقة خريبكة وتدرج بالأسلاك إلى أن صار كاتبا في الصحافة في جريدة العالم، وأيضا استمر في تعليمه إلى أن صار الآن أستاذا جامعيا بجامعة محمد الخامس وعضو اتحاد كتاب المغرب إلى غير ذلك. المسألة هنا لماذا نجرد هذه الأشياء؟ لأننا نبدأ من الصفر ونصل إلى الأوسكار، وإذا لاحظتم العناوين فهي في حد ذاتها تبعث على سر. لماذا؟ ساعة الصفر وأوسكار، ساعة الصفر أي أبدأ من الصفر وأصل إلى الأوسكار، لا أصل عن طريق المال، لا أصل عن طريق الخداع، ولكن أصل عن طريق شيء واحد، وعندما تتحدث الكلمات فينا فقط. لذلك إلقاؤكم لأوسكار أو ساعة الصفر بطبيعة الحال نابع من بعض الأشياء التي فعلا أحسستموها من داخل الرواية. والآن إن أنهى الفريق، وقبل ذلك أيضا أرحب بالأستاذة خديجة بوكا مؤلفة سيلونس أون جو، وشرف عظيم أن تجاورنا في الفرق. الأستاذة خديجة بوكا أيضا من الداعمين لمسابقة القراء واحد الوفرة من الكتب التي هيئتها من أجل أن ينالها الفائزون. بالنسبة لي ياسمين العينوس ودنيا الأميني والبقية في السلك الإعدادي، لا أخفيكم سرا، وصولكم إلى النهائي هو تتويج. لماذا؟ لأنكم لم تبدأوا من صفر مؤسسة، إنما بدأتم مع مؤسسات أخرى، وتباين مستواكم سيظهر ليس الآن، سيظهر في ما هو قادم طبيعة الحال. إذا كان اللجان الآن أنهوا التداول سنعلن عن الفائز طبيعة الحال. أتذكر هذه اللحظة، أتذكر في ابتدائي، والأستاذ موسي سيتقاسم معي الفكرة، أتذكر في ابتدائي أتذكر بشكل كبير لأنه وصالية التي نشاطت قامت بتنشيط الحفل الابتدائي. دائما تلك الحنون الطفولي في الابتدائي كان صراحة قوية جدا، ولا سيما في صوت صفير البلبل. لذلك ننتظر النتائج، ونحن ننتظر أيضا من سيفوز بطبيعة الحال. وقضية الفوز ليست قضية أنني أنا فزت بمعنى أنني أفضل، لا، يمكن أن تكون في يومك أفضل، والذي هو جيد ليس جيدا في ذلك اليوم. لأن لماذا؟ لأن الحياة دول، اليوم لك وغدا عليك. نحن الآن طبعا الحال وصلنا إلى الختام، الحمد لله بتضافر جميع الجهود، منسقين وأساتذة ومديرين ومديرات إلى غير ذلك، أمهات وآباء، حضوركم وقلتها في السابق، حضوركم ليس للفوز، حضوركم بأن نلتقي، بأن نخرج من أجواء القسم ثم نبدأ في صفحة جديدة، صفحة العلم طبيعة الحال. أستاذ لبنى، أستاذ يوسف، وأستاذ القادر، إن أنهيتم